واسمحوا لي الآن أن ألقي كلمة الرئاسة من الجانب العربي. السيد سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، أصحاب المعالي والسعادة الوزراء ورؤساء الوفود، السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية، حضرات السيدات والسادة، اسمحوا لي في مستهل هذه الكلمة أن أرحب بالوفود المشاركة في أشغال منتدى التعاون العربي الروسي في نسخته السادسة، متمنية للجميع مقاما طيبا في مدينة مراكش العريقة التي كانت صلة وصل بين الثقافات وملتقى الحضارات عبر التاريخ. كان من المفترض أن يكون معنا معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، غير أن ظروفا صحية حالت دون ذلك، وأتوجه إليه خالص باسمي الخاص وبالنيابة عنكم بأصدق المتمنيات، ونتمنى أن نلقاه قريبا. كما أحيي إصراره على المشاركة شخصيا في هذا الاجتماع، حيث سيرافقنا عن بعد عبر تقنية التناظر، وسيتناول الكلمة بعد حين. قبل الخوض في الموضوع، أود أن أعبر عن صادق التعازي كذلك لدولة الكويت الشقيقة إثر وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سائلنا الله تعالى أن يجعل الجنة مثواه. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، لا شك أن التعاون العربي الروسي شهد تطورا ملموسا منذ إرساء قواعد الشراكة بين الجانبين سنة 2009، وبتوالي الدورات وصولا إلى هذه الدورة يكون منتدانا قد بلغ مرحلة من النضج يغذيها توافق حول أهميته ونجاعته كإطار للحوار والتعاون، يكون على قدر التطلعات والانتظارات. ولعل لقاءنا هذا يعتبر مناسبة ملائمة لتقييم مسار التعاون العربي الروسي، لتثمين نقاط قوته ومعالجة مكامن قصوره وإغناء محتواه وتحديث طرق عمله، وفاء لروح الصداقة التاريخية بين روسيا والعالم العربي. ومن هذا المنطلق فإننا نصبو إلى الرقي بهذا المنتدى إلى مستوى حوار استراتيجي عربي روسي فعلي وفاعل، يكون فضاء حقيقيا للتنسيق ولشراكة بناءة وعملية ومثمرة، تخدم بشكل متوازن مصالح الطرفين وتساهم في أمن واستقرار منطقتنا العربية. شراكة تبنى على الاحترام المتبادل وتعلو بالمسؤولية المشتركة، شراكة تتفرد في مضمونها وتبقى منفتحة في حكمتها، وشراكة يكون التضامن عنوانها والوفاء بالالتزامات مبدأها، شراكة توازن بين الحرص على المصالح السياسية والاقتصادية من جهة وواقع الشركاء وإمكاناتهم وتطلعاتهم من جهة أخرى. لذا نتطلع إلى تفكير جماعي لرسم خارطة طريق لشراكة ناجعة وفاعلة تأخذ في الاعتبار العناصر التالية: أولا، النظر في الإطار المنظم للتعاون بين الجانبين بغرض الانتقال به من نمط التداول السياسي التقليدي إلى مرحلة الحوار الاستراتيجي وفق رؤية استشرافية تأخذ بعين الاعتبار التطورات على المستوى العالمي والإقليمي وتراعي المصالح المشتركة للطرفين. ثانيا، الانفتاح على هيئات وفاعلين اقتصاديين وثقافيين عبر إنشاء منتدى اقتصادي وثقافي كما هو الشأن في منتدى الروس الإفريقي على سبيل المثال، وهو من شأنه المساعدة على تجاوز منطق الحوار الدبلوماسي الكلاسيكي نحو أنماط تعاون مبتكرة وملموسة عبر أدوات الاستثمار والمشاريع ذات المنفعة المشتركة. فنحن نؤمن أن رافعة الاقتصاد والرأسمال البشري يشكلان عاملين حاسمين في صياغة مستقبل الشراكة العربية الروسية. ثالثا، التفكير في دورية اجتماعات المنتدى بما يسمح بالإعداد الجيد لها، وحتى يترك الوقت الكافي لتنفيذ خطة العمل المشتركة بالتنسيق مع مختلف المتدخلين في الدول الأعضاء. رابعا، الاستفادة من تجارب الشراكات الإقليمية وممارساتها الفضلى بما في ذلك منتدى الروسي الإسلامي أو منتدى التعاون الروسي الإفريقي. معالي السيد وزير خارجية روسيا الاتحادية، أصحاب المعالي والسعادة الوزراء ورؤساء الوفود، السيد الأمين العام،
حضرات السيدات والسادة، لا يغيب عن ذهن أحد أن لقاءنا هذا ينعقد بالتزامن مع استمرار موجة العدوان المسلح الذي يتعرض له قطاع غزة وما خلفه وما زال من ضحايا بالآلاف في صفوف المدنيين ومن تخريب ودمار وحصار شامل. ولقد سعى وقد سبق أن دعا جلالة الملك محمد السادس انطلاقا من التزام جلالته بالسلام وبصفته رئيسا للجنة القدس إلى التحرك الجماعي كل من موقعه لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار بشكل دائم وقابل للمراقبة وضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بانسيابية وبكميات كافية لساكنة غزة وإرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية كفيل بإنعاش حل الدولتين المتوافق عليه دوليا. ومن هذا المنطلق أكد جلالته غير مرة على أنه لا بديل عن سلام حقيقي في المنطقة يضمن للفلسطينيين حقوقهم المشروعة في إطار حل الدولتين، ولا بديل عن دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ولا بديل عن تقوية السلطة الفلسطينية بقيادة فخامة الرئيس محمود عباس، ولا بديل عن وضع آليات لأمن إقليمي مستدام قائم على احترام القانون الدولي والمرجعيات الدولية المتعارف عليها. ونتطلع أيضا أن تكتمل فصول العملية السياسية في ليبيا في أقرب الآجال بواسطة الأشقاء الليبيين أنفسهم عبر تنظيم الاستحقاقات الانتخابية في موعدها المحدد بعيدا عن التأثيرات الخارجية، وهو ما سيشكل بداية لمرحلة جديدة في هذا البلد الشقيق أساسها الاستقرار والشرعية والاستجابة لمتطلبات الشعب الليبي. كما يحدون أمل كبير في أن تستقر الأوضاع في كافة الوطن العربي على أساس تغليب الحوار والمبادرات السلمية. وبحكم مكانة روسيا الاتحادية في المنتدب الدولي وبالنظر إلى دورها الإقليمي الفاعل وعلاقاتها الوطيدة بالعالم العربي واطلاعها المعمق على واقعه، فإننا نرى في روسيا شريكا قادرا على لعب دور بناء في المساهمة في حل هذه القضايا وفقا لمبادئ التضامن الفاعل والتأثير الإيجابي. لقد حان الوقت أن يتم التعامل مع العالم العربي وفق مقاربة مغايرة في التعاطي مع قضاياه وانشغالاته، مقاربة تستجيب للتحديات الراهنة التي يعرفها العالم والمنطقة العربية خاصة، مقاربة تتعامل مع الدول العربية كمنظومة متسقة لها وزنها الإقليمي والدولي، مقاربة مبنية على شراكة حقيقية روحا ومضمونا تدافع عن قضايا وانشغالات الدول العربية قولا وفعلا، وأخيرا مقاربة قوامها التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي والتقارب الإنساني والحرص المشترك على حفظ الأمن والسلم بالطرق السلمية. أصحاب المعالي والسعادة، إن المملكة المغربية تعتبر منتدى التعاون العربي الروسي امتدادا للعلاقات التاريخية القائمة بين المغرب وروسيا، تلك العلاقات الضاربة جذورها في القدم لأكثر من قرنين من الزمن تسبت على الدوام بالحوار والتعاون والتقدير والاحترام المتبادل. وقد عرفت هذه العلاقات قفزة نوعية إثر الزيارتين الرسميتين التي قام بهما جلالة الملك محمد السادس لروسيا سنتي 2002 و2016، حيث توجت الزيارة الأخيرة لجلالته بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية الذي أرسى أسسا جديدة للعلاقة الثنائية بين البلدين. وإذا كانت المملكة المغربية تحتل الرتبة الثالثة ضمن قائمة أهم 5 شركاء تجاريين لروسيا في القارة الإفريقية، فإن هذه الرتبة تبقى في اعتقادنا دون طموحنا ورغبتنا في الارتقاء بهذه الشراكة الاستراتيجية إلى مستويات أعلى وأفاق أرحب. ومنخرطنا في تقوية المنتدى العربي الروسي والمضي به قدما على جميع الأصعدة إلا تعبير عن رغبتنا في تطوير العلاقات متعددة الأبعاد التي تربط المملكة المغربية بروسيا الاتحادية. وكلنا أمل في أن تكون هذه الدورة في نسختها السادسة محطة مهمة في مسار التعاون العربي الروسي ترقى إلى مستوى طموحاتنا المشتركة بما يعود بالنفع والمصلحة على الجانبين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.